بعي أنا عندي أخت وأخ، وأبويا كلش مدللنا، وخاصة أني يعني شنو أطلبه ياخذ رأيي دائما. ف يعني علمني على أنه أكون شخصيتي قوية، وما أرضى نفسي أنه أعيش بأشياء يمكن غير يتقبلها، بس أنا ما أتقبلها. فهذا الشيء ربيت عليه، كملت دراستي، أختي كملت دراستها، صرت مدرسة، أخويا تزوج. أخويا كان يعني زوجته عندها مشاكل برحم وشي شيء، فقبل يعني هي قبلت بأنه يتزوج عليها، وصاروا عندهم أطفال. يعني هي عندها مشاكل برحم بحيث شالته أي، فإحنا كنا كلش هذا مقدرين الموضوع وهذه، وأني كلش نحبها ونحترمها. فبعدين أختي تزوجت بيوم المحكمة. يعني المحامي إحنا مالتها هو وخطيبها، يعني كنا نعرفه، فعنده صديقة شافتني فخلى عينه علي وحكى وياهم وتعرفت عليه، وكانت علاقتي بي كلش حلوة بالبداية، ويعرف أنا مدرسة وهو محامي. يعني صراحة ثقافة، مستوى الثقافة نفس الشيء ونفس الأفكار، وظلينا نسولف فعلاقتنا كل الوقت. بعدين أختي بلغت أهلي الموضوع، كلش فرحوا. هذا الموضوع كلش متحفظ عند الآباء، موضوع البنت تكون عزيزة أبوها. هذا الموضوع شائع، كل الأبهات يحبون بناتهم، لكن من تتزوج يصير موضوع مختلف، يريد تجي ضيف ما يحبها تجي زعلان، وهذا الزعل إذا شافها فد يوم زعلانة وجاية فبكل طريقة يريد يرجعها لبيت عيالها أو لبيت زوجها. ما يحل المشكلة، لازم يعرف البنية ليش زعلت، شنو الأسباب. لكن أكو مواضيع مختلفة تتحفظ عليها هم من البنية، ما راح تحكي له كل شيء اللي تقدر عليه، لأن تعرفين إحنا طابعنا طابع عشائري، مع الأسف مو للكل، طابع ذكوري تمام. فمن هالباب راح يسبب مشاكل هواية، راح يرجعها للمعاناة نفسها، راح يرجعها للعذاب اللي راح تعيش بيه، احتمال من العمة، احتمال من الزوج أو الحمى. يعني مع احتراماتي للكل، لكن مو الكل يعني هم زينين. تزوجنا مثل أي عرسان، يعني أنا قاعدة يعني هو بيت عيالي بس مو وياهم من البداية، مطلعين لمشتمل، يعني إحنا نفس البيت بس مشتمل إلي وحدي. وهذا الشيء يعني كلش كنت أحترمه بيهم، وإنه خلوني بحريتي، لأن أنا متعلمة على حياة بأنه أكون دائما رأيي الأشياء مو أفرضها على آخرين، بس اللي أشوفها صح وأعيشها صح فأني دائما أسويها. وهو ساعدني بهذا الموضوع، إنه بقيت نفس الشيء، ما تغير الموضوع عن يعني تربية أبويا إلي. فعدت أول سنة وكلها يعني شو أقول لك، عشناها الحمد لله بسعادة وراحة وفتشي كلش مرتب الحمد لله. وراها هي والله قبلها يعني جاء السؤال مال إنه إيش وقت صار عندكم طفل، خلينا نفرح بيكم، خلينا نشوف حفيدي هاي يعني والدته. أهلي أبد ما سألوني بهذا السؤال. فأنا هنا ورا السنة، لأن هم اللي يعرفون اللي تتزوج جديد لازم ورا السنة يعني تراجع تشوف وضعها تشوف شيء. فراجعت، للأسف ما قدرت أوصل النتيجة، عندي طلعت أمراض، هو ما قبل يحل طبعا. بديت أعالج نفسي، عدت سنة، قالوا مي خالف يعني شيء طبيعي، يعني العلاج يستمر سنة. عدت السنة الثانية ما كملتها، يعني تقريبا نصها مليت، لأنه خذت كمية هرمونات وعلاج بحيث خلاني كلش أتعب وأتكأب وأتنرفز من كل شيء، حالتي النفسية تتعب وأثر علي وعلى مدرستي والطلاب، والصراحة كلهم
يعني أنا أعتذر لهم هسه لأن هواية يعني أذيتهم بعصبيتي وها كلها نتيجة العلاج أنا يعني مو بيدي. هذا الموضوع خاطئ. العلاقات ما تنبني على السوشيال ميديا، وتعرفين مشاكل السوشيال ميديا هسه الواردة بمجتمعنا. المفروض تنبني العلاقة الزوجية عن تعارف، فترة خطوبة. فترة خطوبة ترى كلش حلوة بين الاثنين، هم تبدي علاقة تتعرف عليه شريك حياته. فترة خطوبة يعني من الزوجة راح تتذكر أيامهم الحلوة. فهذا الموضوع لازم يعني ما يكون بزواج سرعة، تفكير ويراد إدراك للموضوع. يعني هو مو الزواج يعني لبست البدلة وانتهى الموضوع، لا ما يكون هيك. هذا الكلام لازم تفكير به. بعد عندك يعني التزامات، زوج، عائلة، يعني أطفال، مستقبل. هاي الظاهرة صحيح يعني واردة، لكن دائما يعني من تراجع المريضة الدكتورة أو الدكتور بس نقولها عندك خربطة هرمون. زين خربطة هرمون شنو؟ شنو الأسباب؟ مرات يقولها حالة نفسية، أرق، تعب. بس يعني هو هذا حل؟ ماكو فد حل. يعني بكون مراجعات وعمليات، لكن احتمال نقول هو كله بيد رب العالمين. يعني احنا ما بيدنا فد شيء لهذا الموضوع. المهم يعني هاي صار يعني عن زواجي سنتين ونص، فاني بعد افت الموضوع وقلت بعد انه اخليها على الله وهو الرزاق، وش وقت ما يرزقني أنا لا اعتراض على حكم رب العالمين. هنا أنا هي أم زوجي يعني تلح على الموضوع. فعدت السنة الثالثة، خلال هذا السنة صار موقف، تعرفين أكو الحياة تستمر بس أكو موقف يعني من يصير أبد ما أنساه. يعني وأحسيت أنه هي هاي البداية لمشكلتي وبداية لطلاقي. كنا قاعدين مثل يعني أي يوم يعني تعرفين بعد العشاء نقعد مع مسلسل شيء، هو قال لي موضوع، قال لي أنت حكينا سولفنا هواي، فمن ضمن الكلام قال إنه شو رأيك إذا أنا أتزوج مرة عليك؟ فأنا تنرفزت وتعصبت وقلت له شلون تحكي هاي الكلمة؟ يعني أنا أتزوج علي يعني بعد هاي السنوات وعلى شنو؟ قال شبيش ايش دعوة ايش قلت أنا؟ فخليته زعلت يعني ورحت ونمت. أنا انقهرت وهو بعدين صالحني، وبس ما خليته ببالي. بس هي البداية هاي، أنا لو سوي للموضوع أهمية كان ما تطورت. بعدين عدت هاي السنة الثالثة، دخلنا بالسنة الرابعة، بدت كلام عمتي أمه بأنه أنت إذا ما إلك حل ابني يتزوج. وهذا دائما تعيد علي، بس هو الولد ما حكى بالموضوع. بعدين شو هو يعني اقتنع بكلامها. قالي حاجاني قال لي أنا من حقي، وأنا يعني تعرفين هذا حلال الله وما بي مشكلة، فشو رأيك؟ قلت لي أنت بطريق وأنا بطريق، لما دام أنت يعني تريد هذا الشيء أنا أعتذر، يعني أنا ما أكمل وياك. هذا كله بإرادة رب العالمين، يعني ربك هو اللي يرزق. إحنا ما نعرف يعني اللي راح يجينا، احتمال ربك أخر الموضوع، احتمال يعني ما راح يجينا الطفل الصالح أو مشوه أو معاق أو أي يعني أي كان. لكن هذا صبر من رب العالمين. لا الإنسان شلون أحد يختبر صبره غير أكو صبر؟ مو إحنا مع الأسف يعني مع احتراماتي للرجال يعني ما أريد أنتقص من عندهم، يعني عندهم هذا الموضوع الأطفال درجة الأولى، ما يفكر بالعلاقة الزوجية، ما يفكر بمشاعر زوجته، راح تكون مصدومة بالموضوع. يعني ما يفكر يقول أكو رب كريم إذا ما عنده فد إشكالات هو مرضية أو هي الزوجة. يعني رأساً يعني يخضع الأوامر الأم أو الأب ويتزوج إرضاء رغبته، وإلا هو إذا ما يريد يتزوج لا طبعاً ما راح يتزوج حتى لو أمه جبرته على الموضوع. فبيوم الأيام قالوا واحدة من يعني معارفهم أصدقائهم شون مخطوبة الواحد هو عمره بثلاثينات وهي بالعشرينات،
وهذا الشيء مناسب. هي عمتي تقول هذا مناسب لابني، يعني اذا انا اخذ له وحده اخذ له هيك عمرها 21 هيك تحكيها وكل ثقه وقدامي. يعني انا انهاريت، انا اصلا هاي العصبيه بقت بداخلي، يعني صح يعني راحت مني، بس يعني شلون يصير شيء موقف يتنرفز، فكلش تعبت ورحت البيت اهلي سولفت لامي قلت لي هو هذا بس حكي، ايش بيك يعني انت ليش ماخذ الامور جديه؟ فرجعي وانسي الموضوع. رجعت اشو هم صروا على زواجه وهو حكى وهي حكت، فاني قلت له لاني نفس موقفي ما راح يتغير، لو شو تسوي ما راح اقتنع. أنا هاي الفترة أنا علاقتي وياه طبيعية، ماكو فراق بيناتنا، تعرفين يعني شنو فراق بيناتنا بالفراش أو فد شيء، علاقتي بي كلش طبيعية. فبس هذا الموضوع، أنت تريد تتزوج أنا من طريق أنا وأنت من طريق. فقال أنا باكر زواجي، فطلعت أنا من البيت وزعلت، رحت لأمي طبعا منهارة وأبكي، ويعني حكيت لها. أمي وياي إجا أبوي قالت لي لا تقولي له، صراحة أنا لا ما سكتت، فقلت لأبوي. أبوي قال لي شو أبوي تغير، مو ذاك اللي كان يعني دائما يوافقني بالرأي ويساعدني. قال لي أنت غلطانة، أخوك مو صار نفس الموقف؟ قلت له أخويا يعني البنية شالة والرحم، أنا شبية مو لهالدرجة، يعني ممكن يصبر، وصار لنا 4 سنوات فبيها مجال بأن نصبر بعد، وحتى بلكي الله يعني يرزقنا أو نسوي أنابيب أو هواي طرق يعني الطب تطور. قال لي لا أنت غلطانة وأنا ما قبلها عليك وترجعين غصبا عليك. أنا انهاريت وبكيت وكلش تعبت. لا ليش، أكو حالات 11 سنة قبل فترة، يعني 11 سنة اجتني حالة يعني وردت يعني بين زملاء 11 سنة ما يخلف وثبت على زوجته، وصل يعني شهرين من جابت زوجته وولد وحلو يعني بعي. هذا الموضوع حب الزوج زوجته يتقبل الحال اللي هو هي بي وهو بي، يعني مقتنع بوضعه، لكن اللي يدور يعني على زوجته ويتزوج من بعد سنة أو سنتين أو 4 ترى ما يفرق اليوم أو السنة، ما عنده الحب الشفافي الكافي للزوجة. أنا هذا في نظري. وصبني أبويا أنه أرجع، صراحة رجعت، من رجعت يعني وشفتهم عرسان، بس أنا ما قدرت لهم بال وقلت له أنا مصرة على الطلاق اليوم قبل باكر لازم تطلقني. وتعاركت وياه، بعد هو من هيك شافني قال لي انت اوكي ليش اظلمك، بعد انا راح يصير عندي اطفال هاي وانت يعني شوفي ليش انسان مناسب يعني شلون يشفق علي عبالك. المهم ف بعدها يعني هو سوى اجراءات الطلاق. طبعا بهذا الوقت اجت امه وقالت لي انطينا الذهب، فأنا استغربت من الموضوع، يعني كانوا محتاجين ما ادري احتازوا على مد زواج الثاني، فأنا ما انطيتها لان هذا من حقي. وفعلا من سويت يعني يم المحامي قال هذا حقك مو من حق، يعني هي امه تاخذ، اساله هو مثلا وهو انت على ذمته وبرضاك اوكي، بس امه تاخذ الذهب هذا هم زين بقيت يمك وما انطيتي هي، لأنه يقول لي القانون لا يحمي المغفلين. صراحة يعني هاي قلت له يعني فعلا أنا بعد ما سوى أي خطوة إذا ما أقول لك سوالي قائمة وأخذت الأثاث ماتي وأخذت غراضي، وبالمحكمة هماتين قالوا إليك نفقة والمؤخر، ما أعرف بعد هي هاي يعني شون أشياء سووها. فبعدين من رجعت للبيت أنا طبعا الموقف ما كان سهل علي، وهو الآخر لحظة وإحنا واقفين بباب القاضي، والصراحة يعني شون من قعدنا إحنا هو محامي هم كلهم يعرفوه، فيعني قعدنا مو مثل بقية الموجودين، قعدنا وسولف ويانا وقال لي شنو سبب الطلاق، يسألني آني قلت له هو يريد الزواج، قال إيه ما هذا شرع الله يعني ليش ما تقبلين؟ قلت له أنا ما أتقبلها على نفسي، يعني شنو أنا هذا الموضوع ما أتقبله، خليه الله يوفقه أنا ما أريد. المهم فيعني هذا الشيء
شوية يعني حسيت إنه الكل وياه، بس أنا حقوقي إجتني، لأن هو محامي يعني وما ينطي حقوق، يعني منو اللي ينطي حقوق بعد. المهم مرة رجعت للبيت حسيت بتعب، حسيت بتعب، ولأن بكيت هواية وانهارت فتخربطت، ومو يوم ويومين، فكل يومية وتلعب نفسي وتقيؤ وهيك شيء. فأمي شكت، قلت لي خاف انتي حامل، قلت لها معقولة أنا حامل بعد 4 سنوات وبيوم طلاق وأصير حامل؟ شنو إحنا مسلسل شنو يعني؟ شيء ما يتصدق. بس الصراحة الشيء صار فعلا، طلعت حامل. بس يعني شلون كان الصدمة إلي، وما قلت له. عدت أشهر وقالوا لي هذا طلاقك مو صحيح ما دام انت كنتي حامل، ويعني وتقريبا شهر واسبوعين مدة الحمل، وانا هاي الفترة يعني هاملة نفسي ما افكر بهذا الموضوع، فلذلك يعني كان ما ادري وما حاسبة ولا ادري نفسي يعني. فقالوا هذا الطلاق مو صحيح، انا سكتت يعني وبقيت يعني. عدت كم شهر يعني، تقريبا وصلت للشهر الخامس، اهلي يحكون علي، قال انت بعدك يعني على دمته، واحنا كش ما سوينا، وهاي راح يعني هذا ما يصير، لازم تبلغي. فرحت انا واهلي، رحت لهم، ورحت لهم زوجته امه كان بعد ما صاير عنده شيء يعني الظاهر، يعني من شفت كان يعني. فزوجته قالت له منو قال لك هذا من يمك؟ يعني من قالت هاي الكلمة أنا تهسترت، يعني شنو قصدك؟ يعني شنو أنا شو مسوي؟ وهذا هذا يعني التحليل وهذا الوقت، وأنا على دمته يعني. فهو صدق بيها، وأنا بعد يعني ما أدري، ظليت ألطم، ظليت يعني كلش انهارت، و للأسف بسبب حالتي النفسية أو اللي صار بي فقدت الجنين بسببه. يعني أبسط الحالات يعني فترة زعل شهرين زين، ومن بعدها يعني بس هي أنا اللي أعرفها يعني كلش مقربة إلي هالبنية، يعني راحت زعلانة هي وزوجها أكو مشاكل تمام. بعد 10 أيام تقريبا 12 يوم فيعني متخربطة البنية، فمودينها أهلها الدكتورة، فقالت لهم هي حامل. أي صح، شكك الزوج أي يعني فترة كانت هي مريضة، تعرفين الطب والعلاج وهذه المواضيع يعني أخذ فترة، حتى اقتنع فرجعها البيت، والحمد لله هسه عندهم بنية. لكن أكو مواضيع مختلفة تعرفين، يعني المشاكل اللي يصير والغيرة المرأة على زوجها تسبب هواية إشكالات بين الطرفين، فليش يعني واحد يجيب الأذية لنفسه وياخذ اثنين؟ ما أي اللي ما يقدر يتحكم بمشاعره ويتجه على امرأة وحدة والثانية هملها، فأكيد راح يكون الانفصال وارد. لا هذا مو إنصاف وحرام عليه، أول شيء طعن بشغفها، ثاني شيء إهمال من عنده، يعني هو يعني يوجه له تحية، بس أريد يعني واحد يسأله سؤال خلال 4 سنوات شفت عنها، لأن يعني باعها يعني ما أعرف، يعني مرات يخونك التعبير بهيج مواضيع، يعني موضوع كلش صعب عليها، والله يعينها شلون تحملتها. طبعا هذا حقها وما انصحها تتنازل طبعا، اي اجراءات تتخذ اجراءات قانونيه بحقها. وبعد هذا اللي صار اللي هو شكك بنسب، انا قلت ما يخالف، بس هو شكك، وهاي بعد ما انه اولد سووا تحليل دي ان اي على مود انه يسجل باسمه، وانا بعدني على ذمته. بس هو من شكك ووقف وياها وقال لي ايه كلامها صحيح، من يقول هذا ابني؟ فأني يعني حسي تحكي و
ما أريد أدخل بتفاصيل شنو صار وشنو قال، لأن شيء يعني المفروض مو زوجي يقول لزوجته، وأني يعني 4 سنوات وقبلها يعني ويعرف سمعتي شنو. ففقدت الجنين وهو بعد قلت لها خلص يعني أنا ما راح أرفع عليك قضية ولا أسوي أي شيء ولا أشتكي عليك، بس هالمرة لازم يصير الطلاق يعني صحيح. وطلقني هاني، هاي بعد لا رحت ولا منت ذيك المرة بالهذه يعني وكلت محامي هو مشى بالإجراءات. لازم تاخذها بروح شون روح الشجاعة، روح التقبل، بأن هي إنسانة يعني تخلي بالها هي طموحة، تطمح للأكثر، تطمح للأحسن، إن شاء الله الله يعوضها. فأكيد راح تلقي الإنسان اللي يسعدها واللي يعوضها عن اللي راح والمضى، فتبقى مستمرة بحياتها وبحياتها المهنية، تعيش يعني حياتها وتستقبلها شلون نريد نقول بروح رياضية، ولا تبقى مستسلمة للألم والأوجاع اللي صادفتها. فحرامات تدفن شبابها بهاي المواضيع. وتطلقت هسه هم يعني وضعي يعني ما أعرف عنهم أي شيء، حياتهم مستمرة عادي، بس أنا فقدت يعني من صحتي ومن عمري وما أدري، رجعت حياتي طبيعية، بس ما ألوم نفسي على اختيار، هو يعني نصيبي، بس يعني ما فاقد الأمل، أقول يعني راح يعوضني رب العالمين يوم ما، ورح يجي الإنسان المناسب. عندي هذا الأمل كلش إن شاء الله يصير. والله إذا أكفت حالات، عندي حالات أتعس من هالحال اللي يدت، يعني حالات يعني كلش بشعة، يعني ضمن يعني تعرفين إحنا منظمة وتجينا الحالات اللي شلون يعني نقول متعبة، تعب يعني من واحد يحكي بيها التعب حتى النفسية، يعني واصلة اللي يسم ابنها، اللي يعني تزين شعر ابنها، يعني بين الضراير الاثنين، يعني هواية مواضيع. يعني إذا نريد نتحدث بها تحدث ليش عن موضوع واحد، يعني الكبيرة كانت زعلانة تمام، والصغيرة موجودة، كبيرة عندها 3 أولاد، بنات 2 وولد، يعني أعمارهم متفاوتة بين 6 سنوات حد 10 سنوات. هذه بقتها شلون الخدامة لبنية كبيرة أم 10 سنوات تخدم عليها، يعني نايمة تطبخ، بحيث يعني إذا ما تقوم تسوي تخلي علامات بإيدها بالنار تحرقها، والزوج ما يحرك ساكن تمام. وصلت المرحلة آخر في موضوع زينت ابنها، زينت قعدت يعني يوصفوا لي شون اللي كاموش تحير رابطته لازمته يعني بين رجليها تمام، لأن يعني السيطر عليه، وهو عمره تقريب 8 سنوات أي، فزينته صفر. أثناء من مزينته جارحته من أي دمه نازل، فمصورينها لأن مقاعديها بالطارمة، فالجوارين مصورين الموضوع أي، فدازيل الأماية، فصايرة مشاكل، صايرة قاعدة عشائر ومن هالموضوع. بعدين آخر شيء عزلوهم، يعني رجعت تزوجها، لكن هذه قاعدة ببيت بوحدها وهذه ببيت بوحدها، الأطفال رجعوا لأمهم، يعني عزلهم الاثنين النساء الاثنين الضراير، أنا عزلوا كل من بيت بوحدها. رباط السالفة، هلا هلا بالمرأة اللي مو قد النساء الاثنين أي زوج، أما يعدل يكون حقاني بين الاثنين أو لا يتزوج. من يشوف الرجل هو قدها ويتحمل مسؤولية الاثنين واللي راح يجون بعد الاثنين، فأقول له الله ينطيك الصحة والعافية ويقدرك على فعل الخير بعائلتك. نهى سلمان محامي، اهلا وسهلا بك. خلينا نسال ببدايه عن رنج اللي حالات الطلاق، سنوات الطلاق، معدل الزواج اللي يؤدي للطلاق، بعض ايام سنوات وهكذا، انتم كاحصائيات تجيكم او كمتابعات؟
شقد تقريبا؟ ماكو فد رينج او فد مده يعني معتاد عليها، انه الحالات الطلاق تعتمد على المده، يعني اكو 20 يوم، اكو شهر، اكو سنوات، اكو يعني ماكو، بس كل حاله لها سببها وقصتها الخاصه. نعم. وسبب ارتفاع معدلات حالات الطلاق بالمحاكم اللي يعني بدنا نشوفها عن ما نسمعها قبل، انه فكره الطلاق صارت يعني عادي مو صعبه، يعني انه الزوجه او حتى الزوج والاهل انه تقبلوا هذا الموضوع بالرحاب الصدر. احنا قبل نسمع انه وحده طلقت، لا ما يصير يتحملون، يعني يتحملون اشكال والوان دائما بالعاميه، انه لازم تحمر تزوجها، زوجها حتى لو ايش ما بيكون يتزوج عليها، يفونها، اسلوبها يضربها. هسه لا، هسه المراه تحديدا المراه العراقيه تقبلت موضوع انه هي تنفصل يعني وتكمل حياتها، سواء انه السبب منها او السبب من الزوج. احنا ما نقول كل حالات ارتفاع معدلات حالات الطلاق هو سببها الزوج، نعم، ولا بنفس الوقت سببها الزوجه. كل حاله لها يعني فت قصه خاصه، وممكن لو تجين تنظرين بها تعطين حق للثنين. طيب نتكلم هسه، انا سالت هذا السؤال حتى ندخل بالموضوع. الموضوع، نعم، هو الطلاق بسبب عدم الانجاب. في احصائيه ونسبه معينه لهذا الموضوع، لكن تشوفون اكو حالات كثيره بهذا الموضوع، بهذا السبب للطلاق عدم الانجاب. كثير حالات انزل سواء من الزوج او الزوجه تجي انه ترفع دعوه طلاق تفريق للضرر انه بسبب عدم الانجاب. اجتك حاله مشابهه؟ اكيد اكيد اجتني مره ومرتين. زين، بس هاي مو معناتها انه الزوج اول ما يسمع انه السبب بالزوجه يروح يلتجئ انه يروح يتزوج او انه يروح يطلقها او يعوفها. اول شيء هاي هنا عنصر حاله نفسيه. احنا كل مريض هو يعتبر مرض، وخاصه المراه اذا حست انه هذا الموضوع انه هي ما قادره عليه فراح يكون عندها نقص، فانت من يعني عكس الحاله عليك، هي ما راح توقف بجانبك، هي ما راح تصبر لك، لو راح تعوفك وتدور واحد ثاني. فهنا ايش راح يكون؟ دائما يكون الزوج راح يكون انه متمسك انه اني عندي العذر، هو بدون عذر تلقي انه يريد يتزوج او انه يريد يشوف غير زوجته لانه حب اذا اجى العذر. بس ما ننسى انه كثير من الازواج يعني انه وقفوا جانب زوجاتهم، تحملوهم سنه سنتين ثلاثه اربعه، وكلا ما تحملوا شهر، ويكون الاهل الزوج ويا الزوج. كنتي احنا تكلمنا خلف الكواليس انه عندك حاله واثبتت، نعم، الحاله انه زوجها. عندي حاله على عندي وقائع يعني حقيقيه بخصوص الجهتين، يعني كزوج وكزوجه، يعني سين من الزوجات انه ما قدرت انه تستمر ويا زوجها، بس صبرت. صبرت كم سنه؟ صبرت يعني نقدر نقول تقريبا من تاريخ عقد الزواج لحد ما اجتني 8 سنوات. 8 اليوم 8 انه هي تعيش ويا رجال، وصلت انه خلت عذر للمحكمه انه هي ما دي يعني انه ما يقدر انه على سبب عدم الانجاب. من جيت تعمقت بالقصه اكثر، تعرفون يعني انه المحامي يوصل تعمق بالقضيه، ودائما انه الموكله او الموكل يجي يفتح يحكي اشياء مرات واحنا غصبا عننا نسمعها على مود انه نفسح الوقت والمجال. فشفت انه هي مقدمه عذر للمحكمه انه هو ما يقدر يعني غير قادر على الانجاب، بس هو مو هذا العذر. العذر انه تعامله مو زين وياها، العذر انه ما قدرت انحيازها وياه، عذرها يعني الاسباب، بس هاي تكون اسباب غير مقنعه للمحكمه. فالعذر المقنع للمحكمه هو التقرير الطبي، تمام؟ فعدم الانفاق، التعامل السيء، عدم الاحترام، كثير من الامور. بينما اجتني عكس هاي الحاله تماما، الزوجه مضيعه، ما صبر وياها، يعني خلال سنتين يعني اليوم احنا عندنا الطب تطور والطب وصل لمرحله ماكو شيء، يعني نقول من بعد يعني مشيئه واراده رب العالمين ما صار بالطب شيء مستحيل، نادرا. نعم. فالطب تطور، بس الزوج ما صبر. يعني بنظرك انه تصبر مثلا 8 سنوات 10 سنوات لو ماكو فد رقم معين؟ انا يعني سيد احكي حالات جايتني انه الزوجه صبرت 8 سنوات صبرت 8، بينما اني وصلت لباب المحكمه
سبب عدم الانجاب انه هذا سبب رادته لتقنع به المحكمه، بينما الزوج ما صبر عليها. يعني اجتك حاله الزوج راد انه ينفصل بسبب عدم انجاب زوجته؟ ما راد ينفصل، تزوج عليها بس الزوجه ما قبلت. الثانيه ولا الاولى؟ لا الاولى طبعا ما قبلت. ما قبلت وقال لها يعني انه انت اذا ما قبلين عادي روح اطلقي. وش كم سنه بقوا زواجهم؟ تقريبا سنه ونص او سنتين. اه اي ماكو مده، يعني حتى يمكن انا متاكده ما راجع بيها وراح يعني اطباء ودكاتره وسفرها برا وكذا وكذا. زين هيك حالات القاضي من يشوفها سنه ونص لانه ما صارعتها وراد يطلقها وزوج وحده ثانيه، شنو ينظر بالدعوه؟ حتى لو هي رايده الطلاق. المحكمه عذر المحكمه اول شيء احنا عندنا القلق، واذا انه كانت انه هي ما تقدر انه هي يعني تجيب وما بيها فد عذر قدمه للمحكمه انه يقدر الزوج يطلق طلاق تعسفي وفي مال لا. بس احنا هنا شو نقول؟ نقول الزوجه يعني الزوجه من تروح تقدم للمحكمه هي اكيد ماخذه قرارها الاخير، يعني لا تتوقع انه الزوجه تروح للمحكمه بليله ويوم، تقعد تفكر ايام وليالي لحد ما توصل لهاي المرحله. فاشوف يعني انه انا بعد مستحيل اقدر اعيش ويا هذا الانسان، وتروحي تفرق وها هي يعني تمشي الحياه. بس انه المحكمه شلون تنظر بهاي الدعاوي؟ المحكمه تلقي عذر، تلقي عذر انه يعني عدم استمراريه الحياه الزوجيه. يعني هي احنا عندنا اسباب تفريق الضرر، فيعتبر من الاضرار كلا الزوج او الزوجه، كلا الزوجين. أساي حالتنا مشابهة للحالة اللي أنت موكلة إلها بأنه هي الزوج يعني تتزوج من ثاني، يمكن هي هاي أحد الأسباب اللي خلتها بأنه تنفصل، مو هو عدم الإنجاب أو عدم قدرة الزوج أو الزوجة. الزواج الثاني ومشكلته اللي يؤدي للطلاق الأولى بالعادة، تجيكم حالات مشابهة لهذه الأسباب؟ تجينا كثير حالات. يعني مهما يكون أنه المرأة ما تتقبل أنه زوجها يتزوج عليها، والعلم كثير يقولون انه هذا شرع رب العالمين، هذا شرع رب العالمين. بس اذا كانت انه اكو مصلحه بالزواج الثاني فاني يعني اني معه مو ضد، بالتالي الحياه تستمر ما راح توقف على شخص. يعني اني على مود نكون انانيين، احنا نكون يعني واقعيين ونحكي واقعه، ومثل ما انه ما نتقبل على نفسنا لازم هم نتقبل على الغير. فاذا الزواج الثاني بيه مصلحه للزوج فاني يعني اكيد معه. يعني انت اذا جتك حاله اذا انا بقدرت انه زوج ثانيه، اذا انا قولي لها شنو السبب يعني وما اخذ الدعم، اذا انا ايست يعني اذا تجيني حاله واني ما اقدر يعني انه انجب اطفال، بالتالي هاي سلسله حياه صح، بالتالي هاي يعني طبيعه، يعني لازم انه الاب تعرفين الاهالي يفرحون يقول لك عز الولد ولده، والام والاب يعني ام الزوج ابو الزوج ينتظرون حفيدهم فارغ الصبر. فاني يعني ما معقول انه اشوف نفسي انه انا مو قادره اقدم هاي الفرحه واقدم هذا الشيء وهو بالتالي نعمه من رب العالمين، اكيد انا راح اتاذى، اكيد انا راح اكون بحاله يعني يرثى لها. بس اذا انا رحت عالجت وطلعت وشفت زوجي يعني دي وياي مو ضدي، مو انه كارهني، مو انه بس يريد يتزوج علي. فاذا انا يعني سنين يعني 4 سنوات او 5 سنوات او 6 سنوات وشفت نفسي انه انا ما قادره، يعني رب العالمين ما دي يحقق الرزق، هو هذا رزق من رب العالمين. أكيد. فانطي العذر. نعم. انطي العذر. طيب تمام. بس هو اذا كان يعني متمسك انا وايد تجيني يعني نشوفها احنا يرفض ما يقبل. فهو كل واحد كل شخص كل زوج وزوجه وطبيعه الحياه اللي بيناتهم والقناعه اللي هم اللي بيناتهم، اذا هم يعني اذا مثلا الزوج مقتنع انه خلاص بعد خلاص انا اشوف في زوجه ثانيه وتقبل هذا الموضوع، فاذا انت ما دام قبلت هذا الموضوع عادي هم تقبل ان الموضوع لان في مصلحه عامه. يعني هو حتى الزواج الثاني اللي يكون اذا كان في مصلحه، يعني هذا قانون، اذا كان في مصلحه عامه فالقانون والمحكمه يسمح باذن الزوج من الزواج الثاني حتى لو بدون علم الاولى او بدون موافقه الاولى. هسه كثير يعني انه يتزوجون ويجون يصدقون عقد الزواج بدون اذن الزوجه الاولى. نعم. ننتقل لموضوع التشكيك بالنسب، تعريف لي هذا الموضوع. شوفي هذا موضوع يعني نقص يكون للزوج، يعني اذا انه يجي يشكك باولاده او يشكك انه هاي بالنسب، فيكون يعني بهاي الحاله يعني بعد نقطه بعد خلاص نهايه هاي. يعني انا اليوم البشر اللي عايشه وياه ويجي بعدين يشكك بي بدون سبب
بدون اعذار، بدون انه ما شيء شاي يعني شايف شيء بعينه. احنا هم مرات تطيق الاعذار يعني بعد قانون الاحوال الشخصيه والمشاكل الزوجيه بين الزوج والزوجه كثير حالات مختلفه. نعم. كثير حالات مختلفه، يعني مو معناته انه اني اسمع زوج راح شكك بالنسب مالته معناته اقول هذا مو خوش انسان، ولا معناته انه اقول هذا خوش انسان، حسب القصه والستوري اللي هو عايشه بالبيت اللي عايشه ويا الزوج. يعني المؤثرات مثلا الزوجه مظلومه واكو مرات تكون الزوجه لا ما مظلومه، انا اقول له روح حقا. بهيك حاله هي حامل وشكك الزوج بنسب الجنين، يعني شو تسوي هنا؟ وهي وياه بدون ما شايف شيء؟ هي وياه؟ لا هي خلينا نتكلم موضوع قبل هذا، انه صار الطلاق. نعم. وهي ما تزعم نفسها حامل. يعني هنا الطلاق ما يؤخذ به، لو شنو قانونيا الاجراءات حول الحامل والطلاق؟ الطلاق اذا كانت الزوجه حامل لا تلتزم بالعد الا بعد وضع الجنين. نعم. واذا كان الزوج يرغب بارجاع زوجته الى ذمته فيكون بهذا حاله يكون الرأي خلال فتره الحمل. خلال فتره الحمل يكون الزوجه تكون هي يعني امامها الخيار ترجع الى ذمه زوجها او لا، واذا رفضت فيكون مخالعه. فهو هذا اللي صار، بانه هو صار طلاق وهي ما تعرف نفسها حامل، بعدين اكتشفت انه هي حامل، وهنا شكك بنسب الحمل، وايضا زوجته الثانيه حسب كلامها. احنا نعم. احنا ما نظلم، احنا نسمع ان طرف واحد مو طرفين. نعم. انه قالت بانه الزوجه الثانيه هي اثرت عليه وايضا شككته. هسه هو كرجل انت يعني اي واحد من يقول لك موضوع المفروض ما تصدقه، لانه هو هذا يعني بالتالي هذا عرض وهذا الشيء يعني مرفوض. نجي قانونيا بهذا الموضوع، هي هاي الفكره اللي صارت، انه التشهير او التشكيك بنسب الجنين. هنا المراه ان شكك الزوج بنسب الجنين وهو ما زال جنين، مو طفل مثلا تروح تسوي له دي ان اي، هنا شو تسوي هي؟ شنو الاجراء المفروض هي تسويه؟ اولا انه ايه؟ هو ما دام اكو يعني هي انه طلقت بدون ما تعرف بنفسها انه هي حامل، هاي نقطه. النقطه الثانيه تقيم يعني انه غصبا ما عليه ما هيك احنا نحكيها بعاميه، انه رغما عنه انه هو يعترف بالجنين وتمشي الاجراءات تمام، هو راح يعني سؤالك انه هو ما راح يعترف به مثلا، ما راح انه يقول هذا ابني، ما راح يقدر بهيك حاله، لانه يعني راح يكون ملزم من قبل المحكمه. اما بحاله اذا كبر الطفل او يعني كملت الولاده واجى طفل وبقى مصر على رايه، فهو يروح يعني يحير بامره، هو يروح يقيم دعوة إثبات نسب، يعرض الطفل يسوي له تحليل دي ان اي. اذا هو بعد الولادة، انه هي اذا كان في بفترة الحمل وهو شكك قبل مرحلة الولادة، هنا ماكو شيء يثبت، وان صار الولادة هنا الطفل لازم بيان الى بطاقة وطنية، فهي شلون تسجل باسمه اذا هو رافضه؟ هنا ايضا ممكن هي اللي ترفع قضية له هو، وانت قلتي اذا بعد الولادة هو يحير بامره. جتني مره هيك حاله انه الزوج كان يعني الزوجه خارج المحكمه، عقد خارج المحكمه. فصارت حامل فما قبل يعترف به، فصار عافته كل هالفتره 9 اشهر عافته، بس هو يعني وهو مع العلم طلقها وسوى هو زواج، هو طلاق خارج المحكمه. على مود انه اوصل الحل للمحكمه مشابه لهذه الحالة. ايه؟ فراح صدقت عقد الزواج قبل يعني بالشهر الأخير، صدقت عقد الزواج زائدا صدقت عقد الطلاق الخارجي وطلعت دزوا عليه قصدا يعني قلتش رغما عنه، وإن كان رافض وجع اعتراف بالطفلة وطلع بيان وكمل كل أوراقها وكل أمورها. بس إنه أنت راح تقولي لي سهل هنا تقريبا نصف الجواب لهذه الحالة، بس تشكيك بالطفلة بعد الولاده هو الزوج يحير بهذا الامر مو الزوجه، يعني هي ما راح تروح تثبت له انه تعال انه والله هاي ابنك او والله انه هذا بنتك، لا هو بعد الولاده مثلا شكك بامر. طبعا المحكمه مو اللي رايح واللي جاي شك اي واحد شاك باولاده انه ذولا مو اطفاله يروح يقيم دعوه وتنزل الدي اي، اكو هناك دلائل، اكو هناك اثباتات ادله ثبوتيه يعطيها للمحكمه والمحكمه هي اللي تقرر. تحليل الدي ان اي هو الشيء الفاصل يعني صحيح؟ طبعا اكيد شيء يعني شيء هو شيء اكيد مهم يعني لاي مشكك روح سوي تحليل. انت شكيت هو يعني مره نقول انه
ماكو شيء صار صعب على اذا انه هذه القضايا قضايا التشكيك بالنسب ان كانت حامل ماكو اي اجراء ماكو اي اجراء طبعا الحين الولاده ماكو الحين اي الحين اجراء الولاده وبعد الولاده كل الامور اذا سبب هذا الموضوع ضرر معين ممكن ترفع قضيه دعوه ممكن دعوه تعويض تشهير ممكن اكيد لا. لا اكيد مو ممكن على مود انه بس دائما شنو النتائج الناس لا دعوه التشهير تعويض مادي يعني تحصل حكم عليه حكم جزائي غرامه ومن بعدها تعويض محاكم مدنيه اذا شهر بيها وقال انه هذا يعني هذا بالتالي هو ضرر ضرر معنوي اكثر ما هو ضرر مادي نعم بس ختام الموضوع احنا خلينا نتكلم بقضيه مهمه جدا من ناحيه انه قضايا للاسف عدم الانجاب كثرت في هذا يعني بهذا وضعنا الحالي وانتم دا تمرون بهذا الشيء كلمه اخيره لهذه القضايا المشابهه او الحالات اللي تمر بنفس المواضيع ودا تشاهدنا الان شنو تحبين تقولي؟ كلمه اخيره انه انت اذا تحب زوجتك او اذا انت تحبين زوجك فكوني معه خلص ترى وفي الضره